أهلين سينان. باسل، على فكرة خسرنا المزاد. ليش؟ الجماعة غيروا طلباتهم، قال بدهم توقيعين ضمان. نحن انتهينا يا سيد. ايه مو مشكلة، كلها هالمناقصة، يلا ارجع. ما بدي ارجع، بدي لاقي شي وظيفة وعيش هون. لا تبالغ سينان. ابوك اتصل فيني، قلت له كل شي تمام وكأنك معي، لهيك متأكد رح يقلعني لما ارجع. خلص اهدى، انا المسؤول، هلأ بس شوفه رح حاكي. اوف منك يا باسل، هالمرة انت لحالك، عن جد ما رح ارجع بقى، ما عاد استرجي. بلا سخافة، خلص سكر، ناطر زهراء. هو قال لي تعالي معي لحتى نرقص. وانتي امتي فورا مو هيك بنتي؟ ايه امي. وتقوم، شو هالجريمة؟ يعني شو العيب بالرقص؟ اسكتي انتي وما تقاطعيني. ايه شو صار بعدين؟ يلا حكي لي. بعدين نحنا طلعنا مع بعض على الساحة. باسل كتير حلوة، مثل الحلم. عجبتك؟ ايه عجبتني ومبسوطة كتير، وبدي اتسلى هون كمان. باسل وعدني ما تزعلني بنوب. بوعدك. وبعدها فوراً تعرفوا شو اللي صار؟ يعني ايه منعرف منيح. خالتي كوثر، بما انه بتعرفي كل شي صار معانا، لك ليش عم تخليني احكي لسا؟ ليش كلياتكم هاجمين علي وكأني عاملة شي جريمة؟ خلص بنتي، خلص حبيبتي، بكفي. قصدك اني عم اتهجم عليك يا زهراء؟ ليش شو قلت لها؟ صح امي، عم تحققي معه وكأنه بالمغفر. يعني انا طلعت غلطانة اخر شي، لانه انا اللي عملت الفضيحة. ايه كوثر، كبري عقلك، ليش عم تضلي تحكي؟ أمرك جميلة ماشي، وهي سكرت تمي. دستور يا جماعة. ابني أهلا وسهلا. أهلين أمي، أهلين وسهلين فيكم. أهلين فيك ابني. جوعان؟ جيب لك شاي؟ والله ميت من جوعي، رايح لغسل. عاملين أكل ابني، أي ما سخن له. عدي خالتي جميلة، أنا بسخن له. تعي زهرة. يلا يلا حبيبتي يلا. بالله يطلعي لك تصرفاتها مثل البنات الصغار. مو هيك، هاد طبعي أصلاً. أنتو هيك بتشوفوا اللي بيحكي كلمة الحق، الشجرة المثمرة الكل بيضربوها. بس بدي أعرف ليش نحنا شو حكينا عليك يا كوثر؟ القصة في إلها كمالة، هو صار شي بيناتهم. اسمعوا، أنا ما عم قول إنه زهرة غلطت، بس الشاب ما بياخدها إلا إذا في شي بباله. انتي بتعرفيها لأمي، انسي كلامها. لكي بيرين، أنا هلأ ما عم بقدر أحكي مع أي حدا بنوب، لأنه ببالي شغلات كتير ضايعة، ما بعرف شو رح أعمل. ولهلأ ما حكيت مع باسل، مشوشة وضايعة كتير. بعرف يا أختي وفهمانتك منيح، لا تشغلي بالك. رجع خرب، مين اللي خربه؟ يسلم ايديكي. صحتين وهنا زهراء. انت منيحة اختي؟ منيحة اخي عمر. مين اللي ضاربك؟ ما حدا، خبطت بشغلة بسيطة.
تفضل، صحة وهنا. شبهها زهراء؟ مبينة زعلانة كتير. ما فيها شي. الأخبار عندك؟ يلا حكيلي، كيف عم يكون يومك؟ يوم عادي، زحمة كتير والناس كلها عم تشتغل وأغلبهم عم يركضوا ليعملوا مشاكل. ايه، وانت شو بتعمل؟ حل المشاكل بدوني بوقف السير كله. أعزائي المشاهدين، والآن حان الوقت لجولة على أهم الأخبار. باسل جيماي وصوره مع الخادمة، والذي أدلى بتصريح مهم بعد نزوله من الطائرة بمطار أنقرة. لو سمحت علاقة مع خادمة. لو سمحت شو سمعت اسم باسل؟ استاذ باسل إذا كل ما شفتوا اثنين سوا بدكم تعملوا منا قصة فهي مشكلة كبيرة عن جد، هيك ما بيصير. بس البيك ممكن تخبرنا ليش كنت عم ترقص مع الحاجة؟ يلا حاجة خلاص بكفي. يا لو سمحت استاذ باسل، خلاص بكفي، شكرا لكم، بكفي رجاء يا جماعة، رجاء بكفي. زهراء شو صاير خالتي أيلول؟ خلصوني بقى، شو القصة؟ زهراء، لك أنا كنت مصدقته من غبائي يا بيرين، كنت مأمنة فيه وصرت أحلم فيه طول الوقت. خلص اهدي لو سمحتي، شو توقعتي إنه يحكي؟ أبداً، شو لازم يحكي يعني؟ أنا بحبها لزهراء وبدي إياها، وما في أي حدا بيقدر يوقف بوشنا. لا تبكي حبيبتي، هو ما قال اللي بقلبه أكيد. شفتي شو كان متلبك؟ هو قال أول شي فكر فيه وقتها. لك بيرين، أنت عم تمزحي معي ولا شو؟ كل شي واضح. لك أنا قداشني وحدة غبية، يا كنت مفكرته بحبني عن جد، ما بعرف كيف فكرت بهي الطريقة أصلا. زهراء خالي أيلول، زهراء أختي، هاي شفتيها ليك لهلأ ما رجعت أيلول. إيه رح ترجع على البيت، شو وين بدها تروح يعني؟ اطلعي، إذا رجعت هديك البنت على هذا البيت والله العظيم راح كسر كل عظامها، وما بيهمني طلال. ما فيك تكسر كلمته، خليني خبرك شو اللي راح يصير. خليل باسل بيك، شو القصة؟ ما عم بقدر أوصل لزهراء، تليفونها مسكر. وينها؟ باسل بيك لازم تعرف الموضوع. فيك تسأل أمك ابني، هي بتعرف وين راحت ورح تخبرك شو صاير. طيب شكرا. أختي ليش ما خليتيني أحكي معه للصبيقة؟ اهدى خليل، صحة الست إيمان أهم، ما رح تعمل لها مشكلة. يا ربي، وقف، وين رايح؟ رجع وقف محلك. كيف وصل بهالسرعة؟ لازم يكون بأنقرة. غريب. باسل، انت شو اللي جابك؟ صاير معك شي مشكلة؟
خسرنا المناقصة أبي. وين أمي؟ شو قلت؟ شو قصدك إنه خسرنا المناقصة؟ قلي أنت شو عملت؟ سينام فهمني إنه كله تمام، فهمني كيف خسرت المناقصة، شو مفكر الشغلة بهاي البساطة؟ قلي شو اللي صار؟ هن نغيروا الشروط وطلبوا توقيع مزدوج منا. طيب كنتوا اتنيناتكم وخليتكم تروحوا سوا من شان توقعوا؟ صح. ايه بس انا رجعت من المطار بعد ما عرفت اللي صار هون بصراحة، فما رحت معه. يعني حضرت جنابك ما سافرت ولا حضرت المناقصة؟ ايوه. يعني عم تقلي انك ما حضرت المناقصة اللي قلت لك انها مهمة وبهدلتني؟ انا بعتذر يا امي، بعتذر كثير. نتناقش بعدين. باسل اسمعني، انت من هاللحظه بتعتبر حالك مقلع من الشركه، عم تفهم غبي؟ ما بتفهم فرات؟ قل لي شو يلي صار، شو انت امتى اجيت؟ اهدى حبيبي فرات. سكتي ماجده ولا صوت، لا تخليني امبلى بابنك. ها ماشي أبيا. زهراء وينها؟ قلي ليش كان معصب؟ ليش عم تتخانقوا؟ ما بتعرفي وين زهراء؟ شو بده يعرفني وين ابني؟ رايحة أشوف أبوك وهدي. زهراء يا حبيبة قلبي، لو سمحتي ما عاد تبكي يا روحي انتي. قال لك شي باسل يوميتا؟ هو وعدك بشي؟ لا أمي، مو هيك القصة. يعني بعرف انه الحكي قدام الكاميرات صعب شوي، ومبين عليك كان متوتر. شو بدك بهذا الحكي؟ طيب ايه انا متوترة كتير يا أمي، ما بعرف شو بدي احكي. بنتي ما عاد تشغلي بالك وكل شي رح يصير احسن. لكي انا رح روح على القصر مشان احكي مع الست ايمان، اتفقنا؟ ما في داعي، لا تحكي مع حدا. اها وليش ما في داعي؟ الست ايمان رح تحل القصة واكيد رح توقف خليل عند حده. خليكي هون هلا وارتاحي، ماشي بنتي؟ امي ما عاد بدي ارجع لهداك القصر. شو قلتي؟ سمعتيني منيح امي، انا ما عاد دوس هداك القصر طول حياتي. ايه مو على كيفك، كيف بدي ضل بدونك؟ ما عم تفكري بامك؟ ست شفتيها لزهراء؟ ابني انساها للبنت، انا قلعتها لزهراء تمام، ومستحيل ترجع على هذا البيت. شو قلتي؟ وليش لحتى تقلعيها بالاساس؟ شو انت ما بتعرف يلي عملته معها امبارح؟ بس بدي افهم ليش كنت عم تسهر مع الخدامه. امي انا ما عدت صغير وما عاد حدا يسالني كيف وليش ومين، بدي اعمل اللي انا بدي اياه. بدك تحققي معي يعني؟ باسل اسكت، ستك عم بيجي على راسها منك. أنا وزهراء رفقات يا أمي، ليش ما عم تفهموني؟ معناها المجلات عم تكذب. صح، هو هيك. شو ما فينا نكون رفقات؟ لا ما فيكن، ما فيك تكون صحبة مع الخدامة. اليوم عم تقلي إنه هي رفيقتي وبس، وبكرة بتصير بتحب البنت وبدك تتزوجها. زواج شو؟ شو عم تحكي أمي؟ شو جنيتي؟ هلأ ما عاد تعرفي زهراء؟ شبك أمي، أنت بتعرفيها منيح للبنت، بدك تجنينيني؟ خلاص باسل عم بتزودها. خلاص باسل، أنا ما عم بقدر أتنفس. أنا آسف، ما كان قصدي إزعجك. نتناقش بعدين. شو بعد؟ باسل وقف اسمعني. تركي ماجدة، خلي الصبي يروق. شو لوين رايح؟ you
أهلا وسهلا. ماشي أختي. ليلي أنت منيحة؟ رجعت أمي شي؟ تمام أختي، يلا رح سكر. وينها؟ راحت لعند الخالة جميلة، بس هي منيحة لا تقلق. بطلة. مرحبا باسل. أهلين، أنا مستعجل شوي وشوفك بعدين بالإذن. أهلا وسهلا أنسة سيرين، تفضلي. خليني استوعب اللي صار، رح جن ما عم صدق، ما بعرف ليش وثقت فيهم. هيك بصير معك لما بتأمن بالولاد على هيك مناقصة مهمة. بهدلونا، انتهينا. ايه لأني غبي، ابني اليوم حط متفجرات تحت مبنى الشركة تبعنا وفجرها كلها. ابني اللي بهدلني، لازم نلفلف الموضوع فورا. اللي كيف بدنا نحلها للقصة؟ شو رح نعمل بالاجتماع؟ برأيك انت في شي لسه نجتمع من شانه؟ ماشي ماشي، بدك تحلها، لازم نعمل اخر اجتماع بهاي الشركة مع نهايتها. ماشي. يا امي، هالبنت بدها تتزوج وتصير عروس بهذا البيت، خبرتك من السنين عن هالموضوع. مثلك انت ماجدة، لازم الواحد يعرف حاله. عفوا ست ايمان، هي وصلت ضيفتك. أنسة سيرين، أهلا وسهلا. أهلين فيكم. شو هالمفاجأة الحلوة؟ إيه مفاجأة حلوة، ما جيت بدون موعد ويمكن أزعجتكم. شو هالحكي، باب بيتنا مفتوح إليك إمتى ما أجيتي تجي. عائشة قول شو بتحبي تشربي. شكرا إليك، ما بدي شي، ما رح أقدر أتأخر. لا معقول يعني، رح نشرب قهوة سوا. طيب ماشي، وسط لو سمحتي. تفضلي لجوا. بالحقيقة أنا جيت اليوم مشان جيب لك الشيك. ليش عذبتي حالك؟ تفضلي. شكراً لك. يا ريت لو كل الناس مثلك تماماً كانت الدنيا بخير. أنا بعتذر، بس شفت شو صار، كان من الأحسن لو ما سمعت يعني، بس كنت فاضية للأسف وتابعت كل القصة. آسفة، أنا بتمنى أنه تنحل، ما بعرف شو قلكم. تسلمي بنتي. مزبوط، هي الأخبار انتشرت بسرعة أنسة سيرين، هو مع الأسف في سوء تفاهم أكيد، بس العالم ما بتعرف شو يلي صاير. هي هي الأخبار يلي شفتيها. ما شفت الأخبار، شفت الست أيلول بطريقي، هي يلي قالت لي. هي خبرتك كل القصة؟ ما حكيت كل شي، كانت تعبانة كتير، طلعتها معي ووصلتها لعند زهراء. شكراً إليك. أي حدا كان عمل هيك. وصلت أيلول لعند أختك. شو كان اسم الحارة؟ سارمشيك، صح، وصلتها على سارمشيك. حلو، عن جد يسلموا إيديكي. أنا آسفة، ما لازم أتدخل يعني، بس بشوف إنه مو منيح باسل يروح لهنيك هلأ. عن جد؟ باسل راح صار مشيك؟ إيه، هلأ شفته على الباب لما كان رايح، يعني لازم يدير باله بعد هاي الأخبار يلي طلعت عنه، وخاصة الصور يلي كانوا فيها مع بعض، مو سهلة القصة. إيه معك حق، أنا ما لازم خلي ابني يروح لحاله. يلا بالإذن منكم. ماجدة. إيه أمي، أنا ما رح أتأخر كتير، ساعة وبرجع. بالإذن، أنا بعتذر. ولا يهمك، اهتمي بابنك هلأ. عائشة قول هاتي لي القهوة حبيبتي، تعي خليني شوف إذا عليها وش. شكراً إليك. شكراً يا روحي، صحة وهنا يا بنتي. تسلمي لي. انت ما كان بدك، بس حبيت اعمل لك شاي. قلي لهم ما لقيتي ولا حجه لتوقفيني وخليني روح. يا روحي خلص، شي وصار، شو رح نعمل؟ ما بيصير امي، بدي ربي هذا اللي اسمه باسل. لا عمر، ما لمسه اكيد. مين باسل؟ لا اكيد ابني،
هنن بس طلعوا مشوار مع بعضهم. بس طلعوا مشوار؟ إيه خليه يعتذر منا على اللي صار لكان هالحقير. واحد واطي لك عيب. أمي ما شفتيها للبنت؟ طول الوقت عم تبكي. لك شو عم يصير معاه؟ والله كنت مفكرة بنت واعية، بس طلعت غلطان. هو حدا منيح يا ابني؟ هي ما بتعرف باسل مثلي. أخ بس لو فيني أمسكه. وهي شرف الحلاوة، لو طلبت شي تاني بس. عمر وقف. هو ضيف أمي، بدي أفتح له الباب. لازم لايكي عمر. زهراء هون؟ خير. حضرتك شو جاية تعمل عنا؟ لازم أحكي مع زهراء، اندهلة. ايه وليش بدك تحاكيها؟ خلص ابني لو سمحت ما تتخانقوا. خالتي إذا زهراء هون خبريها تجي شوي. بدك تزعجها لسه؟ ما في داعي أبدا. خالتي إذا زهراء هون خليها تحكيني في شي مهم بدي إلا إياه. وشو هالشي المهم بالله؟ روح من خلقتي بيكون أحسن لك. بعد ابن خالتي. اسمعني، صح أنا ابن خالتك بس لازم علمك الأدب. عمر باسل لو سمحتوا بكفي. خلاص أخي عمر، أخي عمر خلاص اتركه بكفي. زهراء فوتي لجوا، ما حدا بيقدر يأذيكي وأنا هون. ما بيقدر يعمل شي، لا تقلق. ممكن نضل حالنا شوي؟ ألو؟ مرحبا. من الصبح عم أحكي مشان أخبار باسل. أنا هلأ بعرف مكان حبيبته الخدامة، إذا مهتمين رح دلكم. أوف، أنا قلت لك ما تجي من هذا الطريق، وهي علقنا بالزحمة هلأ. أوف أوف منك أوف. ألو كيفك سالي؟ بتمنى ما تكوني انزعجتي من كثرة اتصالاتي يا قلبي. وليش لا تتصلي؟ خير؟ نعم؟ الخادمة يلي بتشتغل عنا هي اللي سربت الصور لباسل؟ لا تخبري حدا تاني بيلي قلتيه. ليك يا حبيبتي، انت رح تخبي هاي الأخبار هلأ مو هيك؟ أي يسلم. مين ضربك؟ أنا منيحة هلا. زهراء أنا انزلت بالمطار وعرفت كل شي صار بوقتها. بعرف شفتك. زهراء يعني بتعرفي شو بدك يعني؟ وكنت مجبور أحكي هيك قدام الصحفيين لحتى تنتهي القصة. إيه برأيي اللي حكيته منيح. ليكي زهراء أنا يعني رح صلح كل شي، بس ليكي في كافيه بآخر الشارع، خلينا نحكي شوي. لا ما بدي باسل. كل شي رح يكون تمام، رح صلح الأمور. بس أنا ما بدي يرجع كل شي بيناتنا تمام بعد هلا. أخذت قراري، ما عاد أرجع على القصر. لك شو هالحكيات؟ احكي معي وقت اللي بتحبي، بجي لحتى شوفك. تسلمي بنتي، انتي بتعرفي قديش انا بحبك وعيلتي غالين علي. انا بشكرك بالنيابة عنهم، صدقيني هنن ببادلوكي نفس المشاعر. ضلي زورينا سيرين. ان شاء الله رح اجي. ما في داعي تعذبي حالك، انا بعرف الطريق. كتير حبابة هالبنت، وأنا عن جد بحبها. ما بعرف
حسيت طاقتها غريبة، بس إذا هيك رأيك بوافقك. بظن أني ما عاد أعرف مين المنيح ومين العاطل بعد هلأ يا طلال. ما شفت اللي صار، ما إلي خلق أطلع من البيت. شو بدي أحكي وشو بدي أعمل أنا كمان؟ نحن نسينا البنت، ما بعرف نحن كيف مننسى هي المسكينة يا أمي. أمي، وأنتي مثلي ما بتلومي زهراء على اللي صار؟ زهراء بنت منيحة، ولازم أعترف أني متعاطفة معها، بس بتعرفني ما فيني أحكم حتى أتأكد من الموضوع. طلال، قلت لك أني تعبانة كتير، وأنا عن جد ما كنت عم مثل ابني. أستغفر الله يا أمي. يعني إذا رب العالمين أخذ أمانته شو رح يصير بهالعيلة؟ أنت مو هون، وفرات كل الوقت لاحق شغله كمان ما بيهتم لحدا. وبتعرف ماجدة، شفت عمايلة. أمي، أنا موجود معك ورح ضل اهتم بصحتك كمان. ما بدي تضغط على حالك يا طلال، أنا صايرة عم بحتاجك جنبي دائما. We'll be right back.